السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله محاضرة جديدة في كورس التأهيل الاختبارات الدولية. النهاردة هنعمل مراجعة كده مع بعض على أساسيات الإنترنت، مراجعة أساسية على أساسيات الإنترنت والبريد الإلكتروني. طيب إن شاء الله بإذن الله بكرة في نفس المواعيد هنعمل مراجعة على أساسيات الكمبيوتر. بعد كده هناخد أجازة الأسبوع اللي جاي، أسبوع العيد، بعد كده هنرجع نحل مع بعض الاختبارات الدولية في الحاسب الآلي. طيب نرجع نكمل. قلنا الإنترنت هي عبارة عن شبكة ضخمة، شبكة كبيرة بتربط ما بين ناس ببعضها البعض. يعني أنا اللي موجود هنا ممكن أتواصل مع اللي موجود في قارة تانية، أتواصل مع الموجود في محافظة تانية، فهي بتربط الناس ببعضها البعض. طيب أول ما بدخل على الإنترنت من فوق بتلاقي في رابط زي دي اسمه الـ URL، اللي هو اختصار Uniform Resources Locator، اسمه الرابط ده اللي فوق اسمه الارتباط التشعبي او الـ URL. هذا الـ URL زي ما قلنا هي اختصار اليونيفورم واسمه اليونيفورم ريسورسز لوكيتور، ده اللي هو اليو ار ال. طيب في اليو ار ال في بعض المصطلحات عندك، بيقول لك ال HTTPS www.google.com.eg. اولا ال HTTPS هي اختصارة الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول سيكيورتي، اللي هو ايه؟ بروتوكول التعاون. اهو ال HTTP هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. اما ال www هي اختصارة ال World Wide Web او الشبكة العالمية الواسعة. عندك الهوم دوسر دوت كوم اللي هو زي برضو ايه دوت جوجل دوت كوم. جوجل او ايا كان الاسم هنا ده اسمه اسم النطاق او المجال او الصفحة اللي انا داخل عليها. تعالوا كده نكتب مثلا مايكروسوفت فهتلاحظ فوق ان اسم النطاق مايكروسوفت، يعني الصفحة اللي داخل عليها تبع شركة مايكروسوفت. طيب حلو خالص، ده اللي هو اسم النطاق او المجال. اما الدوت كوم معناها ان الموقع اللي انا داخل عليه كوميرشال اللي هو تجاري. طيب لو لقيته دوت جي او في معناها جوفرنمنت او حكومي، اما لو لقيته اي دي يو معناها موقع education او تعليمي وهكذا. لو لقيت انفو اللي هو انفورميشن، لقيت مثلا او ار جي معناها اورجانيزيشن او منظمه وهكذا. فده اللي هو الموقع اللي انا بدخل عليه اذا كان تعليمي او حكومي او تجاري. في الاخر بيقول لك دوت اي جي، اي جي معناها البلد اللي انت فاتح منها الموقع اسمه ايجيبت. ايجيبت يعني بيسالك في الاختبار الدولي بيقول لك يشير الى ان الموقع من اللي هو ال HTTPS. طب لو ما لقيتش الاس، طالما لقيت علامه القفل او مفتاح معناه ان الموقع بتاعك امن. طيب الصفحه اللي معايا هنا مهنجه او تجيل، عايز اعمل لها اعاده تحديث، شايفين العلامه دي الدوران اللي هو ريلود ذس بيج، يعني اعمل لي اعاده تحميل للصفحه دي. كلمه ري معناها اعاده زي ري رايت ريكوركت ري لود، فانا بعمل اعاده هنا، بعمل اعاده تحميل. اول ما ادوس عليها اهو بيعمل لي اعاده تحميل للصفحه اللي عندي. السهم اللي رايح لورا دي بيرجع لي خطوه لورا باك اهو، اما السهم اللي قدام بيطلع لي خطوه لقدام اللي هو نيكست. اما علامه المنزل دي اول ما ادوس عليها
فتح لك نيو تاب، هيفتح لك الصفحة الرئيسية بتاعتك اللي هي صفحة جوجل، او بيرجعك للصفحة الرئيسية. انا كنت فاتح مايكروسوفت اهو، اول ما ادوس عليها بص اللي حصل، رجعك للصفحة الرئيسية بتاعتك. طيب حلو خالص، رمز النجمة ده معناها ان انا هضيف الموقع بتاعي للمفضلة، هدوس عليه واقول له دن، هتلاقيه اتضاف للمفضلة عندك هنا بالشكل ده اهو، يبقى ده بيضيف الحاجة للمفضلة. اما اللي جنبها لو عايز اعمل مشاركة للصفحة بتاعتي اللي هو شير ذس بيج، هعمل مشاركة للبيج بتاعتي، ده اللي هو الايميل اللي انا داخل بيه. هنا بيظهر ليك الاعدادات في حاجة اسمها نيو تاب ونيو ويندو. اول ما اقول له نيو تاب اللي هو نافذة جديدة، اللي هو صفحة جديدة اهو، نيو تاب يعني صفحة جديدة. اما نيو ويندو فتح لك نافذة تانية خالص اهو من تحت، انا كنت فاتح نافذة واحدة دلوقتي فتح اتنين. ونيو ويندو معناها نافذة، اما نيو تاب معناها صفحة عمل جديدة. طيب هيستوري اللي احنا زي ما قلنا السجل بتاعي اللي انا بدخل عليه، داونلود الحاجات اللي انا بعمل لها تنزيل، برنت لو عايز اعمل طباعة، فايند لو عايز ابحث على كلمة معينة، كوبي بيعمل لي نسخ، كت بيعمل لي قص، بيست بيعمل لي لصق، اديت لو عايز اعدل في حاجه معينه، اكزيت لو عايز اقفل المتصفح بتاعي، سيتنج بيدخل لي على اعدادات المتصفح، مثلا بيدخل لك هنا على هنا الايميل اللي انت داخل بيه، تمام؟ هنا الباسورد، هنا اللي هو الخصوصيه اللي هو والامان، السكيورتي اهو، اعدادات الامان. هنا السيرش انجن اللي هو محرك البحث، يعني ده اسمه السيرش انجن محرك البحث. طيب وهكذا. زي ما قلنا، طيب دول الحاجات اللي انا ضايفهم هنا، دول الحاجات انا عامل لهم عملية تثبيت، عمل لهم تثبيت. حلو، هنا زي ما قلنا بيظهر لي اللي هو الجيميل بتاعي، هنا بيظهر لي الحاجات اللي ممكن افتحها بالجيميل او التطبيقات اللي ممكن افتحها بالجيميل. طيب انا بحثت على مايكروسوفت، ولو عايز اعمل حاجه اسمها الادفانسد سيرش او بحث متقدم، في بعض المواقع بيكون فيها بحث متقدم، هدوس على كلمه بحث متقدم، بعض المواقع ما بيكونش فيها بحث متقدم. انا دخلت على مايكروسوفت، فاداني نبذه مختصره على مايكروسوفت ناحيه اليسار او ناحيه اليمين على حسب ما ظاهر معايا. قال لي طيب انت عايز البحث يكون ازاي؟ يكون عن طريق الاخبار، يجيب لك كشكل اخبار بالشكل دي، ولا يجيبها لك كشكل صور؟ انا بختار من موجود عندي فوق اهو بشكل صور، ولا عايزه يجي لي في شكل خرائط اللي هو المكان نفسه اللي انا عايز اروحه بالشكل ده اهو، ولا عايزه في شكل فيديوهات، ولا عايزه في شكل كتب، ولا اموال، ولا رحلات طيران. انا بختار من هنا الحاجه اللي انا عايزها. اما الكل بيظهر لي كل حاجه موجوده عندك. طيب حلو خالص، جيت انا في البحث هنا قلت له مثلا تايم زائد ايجيبت، التوقيت في القاهره، مدي لك التوقيت اهو دلوقتي الساعه في القاهره 4:14 مساء، ومدي لك التاريخ. فانا لو عايز اعرف التوقيت في مكان معين اكتب تايم زائد واكتب اسم البلد اللي عايز اعرف التوقيت بتاعها. طيب حلو خالص، طب لو قلت لك انجلش مية واحد، انجلش 101 بيفتح لك كل المصادر بتاعت التعليم بتاعت اللغة الانجليزية بالنسبة للمبتدئين، يبقى 101 معناها مبتدئ، 101 معناها مبتدئ. اما 102 معناها متوسط، 103 و104 معناها مستوى ادفانسد او متقدم. 101 مبتدئين، 102 متوسط،
103 و104 اللي هو المستوى المتقدم. ده معنى كلمة 101 102 103. طيب جيت بعمل بحث ورحت كتبت كلمة زي دي هاو تو، رحت حطيت نجمة. النجمة دي معناها ان في كلمة هنا بس نسيت الكلمة دي. طيب معنى كلمة نجمة زي ما قلنا ان انا نسيت الكلمة دي، يعني انا مش فاكر هنا المفروض اعمل ايه. كلمة انستول مش عارف ان انا اكتبها ازاي، فدي معناها ان كلمة غلط انا كتبتها اهو. فهو حاول على قد ما يقدر يعرف او يوصل انت عايز ايه بالظبط. اقول له انا عايز اعمل تثبيت للويندوز او للنسخة. طيب حلو خالص. جيت بعد كده قلت له مثلا eat زائد drink. ايه معنى الكلام ده eat زائد drink؟ علامة الزائد معناها add او اضافة، معناها add او اضافة. انا لو عايز ادور على حاجتين مع بعض، ادور على حاجتين مع بعض ازاي؟ ان انا ادوس على علامة الزائد. علامة الزائد ان هو هيدور على الاكل وعلى الشرب، ده علامة الزائد. طيب الماينس معناها ايه؟ لو قلت له eat minus او نسيب eat مثلا قلت له مثلا green minus burger، ايه معنى الكلام ده؟ كلمة ماينس لو عايز ادور على كلمة مرتبطة بكلمة اهو، كلمة مرتبطة بكلمة، بس احنا عايزين الكلمة الاولى، يعني كلمة برجر هي اللي احنا عايزينها، بس الاتنين مرتبطين ببعض اهو. هيجيب لك برجر اللي هو باللون الاخضر بالشكل ده. يبقى كلمتين مرتبطين ببعض بس انا محتاج الكلمة الاولى اكتر. طيب جيت قلت له مثلا ما بين علامتين تنصيص اي اي يوز فيسبوك، انا حطيتها ما بين علامتين تنصيص. معنى كده هتدور في كل المواقع اللي تحتوي على الكلمه دي. طالما حطيت الحاجه ما بين علامتين تنصيص يبقى هيدور في كل المواقع اللي بتحتوي على الكلمة دي اللي موجودة عندك. طيب لو قلت له مثلا eat or، كلمة or انا عايز ادور على كلمتين، يعني ده او ده، بس مش شرط الاتنين يكونوا مع بعض. يعني ممكن يدور على eat بس لوحده، ممكن يدور على drink بس لوحده. جيت قلت له مثلا ميسي سايت فيسبوك، هيدور معاك على ميسي فين؟ في موقع فيسبوك. دور معاك على ميسي في موقع فيسبوك. بيدور معاك على ميسي في موقع فيسبوك. طيب ايه تاني عندي؟ لو قلت له مثلا انفو قلت له انفو، ورحت قلت له www.twitter، هيدور معاك على كل المعلومات الخاصة بموقع تويتر. طالما قلت له في الأول انفو
اللي هو information او معلومات، وبعد كده كتبت www، فهيدور معاك على كل المعلومات الخاصة بموقع تويتر. طيب انا عايز ادور مثلا على تعلم اللغة الانجليزية، قلت له english.pdf. طالما كتبت الامتداد في الاخر، ده معناها امتداد، هيجيب لك كل الملفات الخاصة بالانجليزي بس كبي دي اف. رحت كتبت docx، كل الملفات الخاصة باللغة الإنجليزية كمستندات. طب عايزها كصور جي بي جي، هجيب لك كل الصور الخاصة بالإنجليزي. طيب حلو خالص، لحد دلوقتي في عملية البحث. ده بالنسبة عايز أعمل أدخل على الجيميل، بدخل إزاي؟ أقول له جيميل، وعايز اعمل دخول او تسجيل الدخول الى جيميل، واقول له تسجيل الدخول. فتح معايا البريد الالكتروني بالشكل ده، دي كلها الرسائل الموجودة عندي. عايز ابتدي انشئ رسالة جديدة، طالما قلت له انشائك بعلامة البلس او الزائد، علامة البلس او الزائد بتعمل عملية انشاء، فظهرت حاجة بالشكل ده أو. طيب إلى اللي هي تو، أنا عايز أرسل الرسالة دي لمين؟ أولا أي بريد إلكتروني بينقسم إلى from to cc والbcc والsubject. from الشخص اللي هيبعت الرسالة، مين اللي هيبعت الرسالة؟ أعوذ من كلمة أنا اللي هبعتها. طيب تو، أنا هبعت الرسالة لمين؟ من الشخص اللي هيستقبل الرسالة. طيب السي سي والبي سي سي، السي سي معناها الكربون كوبي، والبي سي سي معناها البلايند كربون كوبي، نسخة معروضة ونسخة مخفية. جيت في السي سي حطيت 5 أشخاص جنب بعض، الخمسة كل واحد فيهم عارف أنا بعت لمين، يعني أحمد عارف أنا بعت لمحمد ومحمود وعلي، محمود نفس القصة عارف أنا بعت لمين، فالخمسة كل واحد فيهم عارف أنا بعت لمين. اما البي سي سي الشخص اللي ببعت له الايميل عن طريق البي سي سي، محدش يعرف بيه، يعني محدش يعرف انا بعت له ولا لا، وبتكون نسخة مخفية عن الناس كلها. مين اللي يشوفها؟ الشخص بس اللي انا ببعت له. طيب السبجكت اللي هو الموضوع اللي هو التايتل، انا هبعت مثلا سي في لشركة، فالموضوع يكون ايه؟ تقديم الوظيفة، فبتكتب زي تايتل صغير، وبتيجي في المربع الصغير اللي من تحت، مربع ديه، بتكتب نص الرسالة بتاعتك وتظبطها زي ما انت عايز من تحت، وبعد كده تقول له ايه؟ ارسال. طيب تلاقي عندك حاجة اسمها البريد الوارد، الرسائل اللي هي مبعوثة ليك، اما المؤجلة اللي انا لسه ما بعتهاش واجلتها، اما عندك بريد صادر ومرسل. المرسل الرسائل اللي بعتها للشخص وهو استقبلها، هو شافها، زي رسائل واتساب بتظهر علامتين باللون الازرق مع انها وصلت وشافها. اما العلامتين باللون الاسود اللي هو البريد الصادر، هي راحت بس لسه ما شافهاش. المسود ده لو شغال في رساله معينه ونسيت احفظها، راح الجهاز فصل، هتضاف في المسودات او الدرافت. هنا بقى اللي هي سله المحذوفات او الجنك، دي لو حذفت رسائل بتروح فين؟ على سلة المحذوفات. أما لو عايز أعمل ميتنج جديد فبروح على حاجة اسمها إيه؟ اجتماع جديد، اجتماع جديد. طيب عايز أنضم إلى ميتنج، هنقول انضمام إلى اجتماع. طيب وهكذا، ده بالنسبة للبريد الإلكتروني. عايز أبتدي أنشئ، أقول له إنشاء، فين إنشاء؟ أهو إنشاء حساب، أقول له إنشاء حساب أو إنشاء حساب، وهتتبع الخطوات اللي هو بيقول لك عليها. طيب حلو خالص لحد دلوقتي، ده تمام كده. طيب
عندك اللي هو الانترنت اكسبلور برضو نفس الاستخدامات، ده اللي هي علامة الورقة لو عايز اضيف نيو تاب. نيو تاب هي اختصارة ايه؟ كنترول مع تي، كنترول مع تي. طيب اهو هنا شايفين في الانترنت اكسبلور في حاجة اسمها الادفانسد سيرش او بحث متقدم، بحث متقدم. لو عملت عملية بحث مثلا على هقول له انجليزي او انجليش، او هسميها مثلا وورد دوت بي دي اف، يعني انا عايز لا ظهر لي تحويل الوورد الى بي دي اف، ده اللي هو سهم الباك او خطوه لورا. اقول له مثلا كمثال تايم او هقول له البلانينج، عندي مشكلة في حرف لأن أنا عشان كده تعال سيجي معايا. لو قلت له مثلا مش عايز ايه دوت بي دي اف، انا اقصد انجليزي بي دي اف. ده لو عايز اعمل تنزيل لكتاب اهو من هنا انجلش بوك فور داونلود، فلو عايز انزله هقول له ايه داونلود او تنزيل، وهينزل معايا على الجهاز. ده سهم الباك وده سهم النكست. هنا لو عايز اضيف المفضلة، هنا لو عايز ارجع للصفحة الرئيسية، ودي الاعدادات الخاصة بي، يعني ادي البرنت وادي الفايل وادي الانترنت اوبشن. في الانترنت اوبشن ظهرت معايا ثلاث اختيارات. اولا نفترض ان انا فاتح الموقع الرسمي بتاع شركة مايكروسوفت، جيت هنا مثلا رحت فتحت موقع مايكروسوفت، عايز بمجرد ما ادخل على اي متصفح دي الصفحة اللي تظهر معايا، دي الصفحة الرئيسية اللي تظهر معايا. البحث المتقدم بتلاقيها في الانترنت اكسبلور، يعني انت مش بتجيبها، هتلاقيها هي موجودة اصلا اهي الادفانسد سيرش، تلاقيها مكتوبة عندك مش انت اللي بتجيبها. طيب جيت دخلت هنا على موقع مايكروسوفت، عايز بمجرد ما هفتح جوجل او المتصفح ده اول صفحة تظهر قدامي كصفحة رئيسية هي الصفحة دي. اخليها ازاي؟ من الانترنت اوبشن هقول له يوز كرنت، يعني استخدام الصفحة الحالية كصفحة اساسية. بمجرد ما هتدخل على المتصفح ادي الصفحة اللي هتظهر معاك. طيب اليوز ديفولت هيستخدم معاك الصفحة الأساسية بتاعت المتصفح اللي هي جوجل بتاعت البحث العادية. أما اليوز نيو تاب أنا عايز أستخدم تابة جديدة أو صفحة جديدة، مش عايز أستخدم الحالية ولا عايز أستخدم الأساسية أو الافتراضية. طيب عندك كلمة اسمها ديليت أو حذف، ده لو أنا دخلت الفيس بتاعي ونسيت أعمل خروج، عايز بمجرد ما هطلع من المتصفح يحذف لي كل كلمات المرور اللي كنت حافظها على الانترنت. هروح اعلم علامه صح على باسورد واقول له ايه ديليت او حذف. عايز احذف السجل اعلم علامه صح على الهيستوري او السجل واقول له ديليت او حذف. عايز احذف الحاجات اللي انا نزلتها بيبقى ليها سجل مخصص ليها، هعلم علامه صح على حاجه اسمها داونلود هيستوري واقول له ديليت او حذف. طيب كل المواقع بيتعاملوا بنفس الطريقة. طيب لو جيت مثلا دخلت على اوتلوك، فالاوتلوك ظهر معاك بالشكل ده، ادي برضو نفس القصة بيظهر عندك في الجيميل. ادي المسودات، البريد المرسل، البريد الصادر، البريد الوارد، الرسائل اللي هي باللون الازرق اللي هي الرسائل اللي لسه انا ما قريتهاش اول ما ادوس عليها اهو. فكده ظهرت معايا هنا ناحية اليمين، واروح لرسالة تانية اتشال اللون الازرق من عليها معناها انها اتقرت. انا عايز ارجع الرسالة دي تاني اخليها غير مقروء، كليك يمين عليها واقول له ايه
فين اللي هي مارك از انريد اهي، مارك از انريد هنخليها لي غير مقروء، هيرجعها زي ما كانت. دي نفس القصة، مارك از ريد هخليها مارك از انريد غير مقروء. عايز ابعت رسالة، ابعت رسالة ازاي؟ من حاجة اسمها نيو ايميل او رسالة جديدة، نيو ايميل فتحت معايا بالشكل ده، بيقول لي تو يعني مين الشخص اللي هبعت له الرسالة، السي سي اللي هي النسخة المعروضة، والبي سي سي اللي هو النسخة المخفية، والسبجكت اللي هو الموضوع، وهنا بكتب نص الرسالة. طيب انا عايز اخفي البي سي سي وعايز اظهر فروم، اول ما افتح الجزء اللي هبعت منه الرساله في كلمه اسمها اوبشن او الاعدادات، اوبشن او الاعدادات، انا هنا دايس على كلمه البي سي سي، دوس عليها اتشالت. عايز اظهر فروم اهو، فروم ضاف لك الايميل بتاعك. ليه؟ ان انت هتبعت من الايميل بتاعك فضاف لك الايميل بتاعك. حلو، هنا نص الرساله، بعد ما اخلص هقول له سند او ارسال، سند او ارسال، ده لو عايز ابعت الرساله بتاعتي. تمام، هنا لو ضغطت كليك يمين على اي رساله، كوبي لو عايز اعمل لها نسخ، ريبلي لو عايز ارد على رساله، اما ريبلي اول لو عايز ارد على اكتر من شخص، فورورد لو عايز اعمل لها اعاده توجيه لشخص تاني، وهكذا. الصوت شغال عادي يا هندسه؟ طيب هنا برضو الاجنده بتاعتك لو عايز تظبط ميعاد معين اهو كليندر. هنا لو عايز تضيف اشخاص، طيب ده بالنسبه للاوتلوك. عايز احفظ من فايل، دي خاصه باللي هو لو عايز افتح رساله اهو اوبن، عايز مثلا اعمل طباعه برنت، وهكذا. طيب طريقه ارسال الرسائل سهله وبسيطه، اتمنى ما يكونش فيها اي مشكله مع الناس. طيب هندخل على جزء تاني، سيت الانترنت سهل، سهل جدا يعني، مش بيطلع بره الحاجات اللي احنا قلناها لحد دلوقتي، ان هو بيكون عباره عن مثلا 10 اسئله عملي والباقي كل نظري في اساسيات الانترنت. نعمل مراجعه دلوقتي على التعاون عبر الانترنت، والتعاون عبر الانترنت اللي احنا خاصه بيه الاي سي دي ال تيتشر، بالنسبه للناس اللي هيمتحنوا الاي سي دي ال تيتشر. طيب هو التعاون عبر الانترنت، طيب ادي بالنسبة دلوقتي هنشرح 6 تطبيقات في التعاون عبر الانترنت، 6 تطبيقات. طيب التطبيق الاول اللي عندك بيكون بالشكل ده، اللي هو تطبيق التخزين والانتاجية. في التعاون عبر الانترنت زي ما قلنا بنشرح 6 تطبيقات مهمين جدا. هنعمل مراجعه برضو على الـ6 تطبيقات. اول تطبيق اللي هو اسمه تطبيق التخزين والانتاجيه، بيفتح لك تطبيق زي ده في التعاون عبر الانترنت وبيسالك كذا سؤال، بيقول لك مثلا انشئ. طالما قال لي انشاء هقول له نيو او جديد، يا اما اروح على كلمه اسمها انشاء. قال لك انشئ مثلا عرض تقديمي، فاروح اختار انشاء عرض تقديمي. قال لك انشئ مستند، اروح اختار انشاء مستند. ايا كان هو قال لي انشئ ايه، هنشئ من خلالها. طيب السهم اللي طالع من فوق ده معناه ايه؟ معناها ان انا هحمل حاجة داخل التخزين اللي انا عامله. طيب ده بيشبه ايه؟ لما جينا شرحنا قلنا ده زي حاجة كده الدرايف او القطاع، الدرايف جوجل درايف، انا بخزن ملفاتي على الانترنت اللي هو التخزين السحابي يعني. اللي هي جديد اللي هو بيسميها انشاء، اول ما تدوس عليها ده لو عايز
انشئ اي حاجه من الحاجات دي، عايز احمل ملف اهو، عايز احمل مجلد. فجوجل درايف معناه ان انا بخزن ملفاتي على الانترنت. انا لو عايز اعمل تحميل لملف من الجهاز على الانترنت، ادي علامه التحميل اللي هو السهم طالع لفوق. علامه السله دي لو عايز احذف، عايز احذف مثلا حاجه انا حملتها، اعلم عليها علامه صح واقول له ايه، ديليت او حذف. طيب علامه البلس او الزائد، بلس او الزائد ده لو عايز اعمل مشاركه ليها مع اشخاص، عايز اعمل لها مشاركه مع اشخاص، اشاركها عن طريق الانترنت، اشاركها عن طريق البريد الالكتروني وهكذا. اما علامه السهم اللي باصص لتحت اللي هو التنزيل، هنزل الحاجه دي على الجهاز. فادي الفرق ما بين الابلود اللي هو التحميل والداونلود اللي هو التنزيل. اما العلامه دي علامه ايه؟ علامه الموف او النقل، انا هنقل الملف ده من مكان الى التاني. او زي ما قال لك هنا رقم واحد، اول ما تروح على انشاء فظهر معاك الاشكال دي او الحاجات اللي انت عايزها. انت عايز تنشئ مجلد ولا عايز تنشئ مستند ولا عايز تنشئ عرض تقديمي ولا جدول بيانات وهكذا، وتختار الحاجة اللي انت عايزها. مستند اللي هو وورد، عرض تقديمي بريزنتيشن او باوربوينت، جدول بيانات اللي هو اكسل، نموذج اللي هو الفورم، اسم اللي هو درو. طيب ده لو عايز انشئ مجلد هقول له انشاء مجلد، فظهر معايا بالشكل ده، بيقول لك دخل اسم المجلد. ده لو جيت انشات مثلا ناشيت اكسل عايز احفظه باسم معين، اكتب الاسم من فوق واروح اقول له ايه، حفظ. قلنا العلامه دي هي علامه ايه؟ تحميل ملف او مجلد. ملفات اللي هي زي الوورد والاكسل والباوربوينت، اما المجلدات اللي هي الفولدرات. اهي بختار من هنا انا عايز اعمل تحميل لايه بالظبط. رقم 3، تنزيل ملف، دي علامه التنزيل. زي ما احنا قلنا بحدد الحاجه اللي انا عايز انزلها، علمها لي علامه صح واروح على علامه التنزيل. 4 اللي هي المشاركه، هي العلامه دي اهو المشاركه، بحدد الملف اللي عايز اعمل له مشاركه واروح ادوس عليها، فظهرت معايا حاجه بالشكل ده. انا عايز اشارك الملف ده مع شخص معين، فاروح اكتب هنا الايميل بتاع الشخص اللي عايز اشارك معاه الملف، وجنب كلمه او جنب اللي هو البريد بتاعه في حاجه اسمها صلاحيه العرض. هنا بحدد صلاحيه الشخص اللي هعمل مشاركه للملف ده معاه. صلاحية العرض ان هو مسموح ان هو يعرض بس الملف اللي انا بعته. اما التحرير او صلاحية التعديل معناها مسموح ان هو كمان يعدل على الملف اللي انا بعته، بعد ما اخلص اقول له ايه، مشاركة وحفظ. قلنا علامة السلة بتعمل ايه؟ بتحذف الملف الموجود عندي. ده بالنسبة لأول تطبيق. التطبيق الثاني اسمه التقويم او الواجهة، ده لو عايز اشتغل عليه. طيب جيت قلت لك عدل اعمل، طالما قلت لك عدل في تقويم معين بروح من كلمة اعدادات اهو. هنا ظاهر معاك عدة تقويم، هروح على اعدادات. اول ما اروح على اعدادات التقويم فظهر معايا شاشة بالشكل ده. لو عايز انشئ تقويم جديد هقول له ايه، انشاء تقويم جديد. لو عايز احذف اقول له حذف. طب لو قلت لك اعمل مشاركه للتقويم ده مع شخص معين، قلت لك قم بمشاركه تقويم المؤتمرات مع شخص معين، اديتك الايميل، هتروح تعلم على المؤتمرات وتقول له ايه، مشاركه. اول ما اقول له مشاركه هيفتح معايا الصفحه اللي بضيف فيها الايميل بتاع الشخص. طيب حذف تقويم، ده لو عايز احذف التقويم اللي انا مثلا محدده او واقف عليه من تحت. عايز اضيف حدث جديد هقول له اضافة حدث. اما لو عايز اعدل على حدث هروح على اي حدث موجود عندي، اضغط كليك يمين او اضغط عليه ضغطتين كليك شمال واقول له ايه، تعديل. ابصوا كده لما اجي اعمل مشاركة، ادي الشاشة اللي ظهرت. اروح اكتب هنا الايميل من تحت، انا اسف، ده الرابط بتاع المشاركه.
اكتب من تحت الايميل بتاع الشخص اللي انا عايز اعمل مشاركة للملف معاه. طيب الصلاحيات، هل هو مسموح ان هو يعمل تحرير او تعديل على الملف، ولا بس يعرض الملف اللي انا بعته، ولا انا عايز اخليه هو المالك للملف دي؟ فانت بتختار من هنا الصلاحية بتاعته وتقول له ايه، موافق. اضافة حدث اول ما تدوس عليه فبيقول لك انت عايز تضيف حدث ايه، فبيقول لك التقويم، ايه اسم التقويم اللي هتعمل جواه الحدث، وتختار من هنا اسم التقويم. بتيجي هنا عند اسم الحدث بتكتب اسم الحدث بتاعك ايفنت، تيجي هنا تحط التاريخ اللي قال لك عليه، وتيجي هنا تحط التوقيت وهكذا. زي ما قلنا اسم الحدث اللي هو العنوان بتاع الحدث بتاعي، تمام. بعد كده التاريخ بتاع الحدث بتاعي هيكون امتى بالظبط، الموعد، التاريخ، التوقيت بتاعه والساعة بتاعته هتكون امتى. طيب لو قلت لك ذكرني بالحدث قبلها مثلا بساعة، قبلها ب 30 دقيقة، فبتعلم على الحاجة اللي انا قايل لك عليها. هنا لو عايز اعمل له مشاركة مع شخص معين احط الايميل بتاعه وراح اقول له ايه، موافق. اما لو عايز احذف حدث هضغط ضغطتين على الحدث واقول له ايه، حذف. اما لو عايز اعدل عليها اقول له ايه، تعديل. اول ما اقول له تعديل هيدخلني على حاجه بالشكل ده اهو، اجي اعدل فيه زي ما انا عايز. حتى لو قال لي ضيف الايميل هتضيف من هنا الايميل اللي هو قال لك عليه واقول له بعد كده حفظ، انا كده عدلت في الحدث بتاعي. طيب يبقى كده معانا زي ما اخدنا اول حاجه بالنسبه للتخزين عبر الانترنت، تاني حاجة اللي هو التقويم أو الأجندة. عندك تالت حاجة اللي هي منصة التواصل الاجتماعي، لو جينا حتى طبقناها عملي مع بعض دلوقتي كده سريعا، اللي هو صفحة الفيسبوك. أنا دخل معايا ليه؟ عشان مش بعمل حفظ أو يحذف لي كلمات المرور. أدي الصفحة بتاعتي، عايز أعمل تعليق على حاجة معينة هقول له إيه، كومنت أو تعليق. عايز اعمل له مشاركه هقول له شير او مشاركه. عايز اعمل رياكت معين هختار اللي هو كلمه عجبني. عايز اعدل فيه من الثلاث نقاط اللي جنب بعض ده، لو عايز احفظ المنشور، عايز اخفي المنشور، عايز اعمل الغاء متابعه للشخص ده. طيب عايز ابلغ عن المنشور، طب ليه مش ظاهر معايا كلمه تعديل، عشان ده مش المنشور بتاعي اصلا. عايز ادخل على الصفحه اقول له ايه، الصفحه الرئيسيه من فوق. انا كده دخلت على ايه، دخلت على الصفحة. هنا بيقول لي عدد الاصدقاء اللي عندك، هدوس عليهم، ادي عدد الاصدقاء. عايز احذف صديق معين اعمل ايه عشان احذفه، اضغط على الثلاث نقاط اللي جنب بعض واقول له ايه، الغاء الصداقة. عايز اعمل له الغاء متابعة اهو، الغاء المتابعة. عايز اعمل له حظر فبدخل عليه واعمل له ايه، بلوك او حظر بعد ما بعمل الغاء للصداقه. نرجع خطوه لورا، دي المنشورات بتاعتي، دي الاصدقاء، دي الصور بتاعتي، دي مقاطع الفيديو. هنا بيديني نبذه مختصره عني وهكذا. هنا السهم اللي نازل لتحت ده لو عايز ادخل على الاعدادات والخصوصيه، ولو عايز اعمل تسجيل خروج. ما كده شرحناها سريع اهي بالشكل ده. يبقى هنا لو عايز اضيف تعليق، كومنت او تعليق، هنا لو عايز اعمل تفاعل، هنا لو عايز اعمل مشاركه وهكذا، موجود عندي نشره ومشاركه. عندك هنا في حاجه نسيت اقولها، اول ما بتدخل على الفيس في عندك من فوق حاجه اسمها اللي هي النشره، هنا بما تفكر. اكتب المنشور بتاعي وبعد كده اعمل له عمليه مشاركه ايا يعني كان المنشور، اقول له ايه، نشر. فبروح على الجزء اللي من فوق خالص ده واقول له ايه، بمتفكر، واروح اكتب اللي انا جواه اللي انا عايزه واعمل له عمليه نشر واقول له ايه، نشر. لو عندي حاجه زي كده وعايز اعدل فيها من السهم اللي هو او علامه القلم، يا اما الثلاث نقاط ادوس عليها واقول له تعديل المنشور وهكذا. في كلمه هتلاقيها ناحيه اليسار اسمها الحساب اللي احنا دخلنا عليها اللي هي الاعدادات، اول ما ادوس عليها فظهرت معايا حاجه اسمها اعدادات الحساب واعدادات الخصوصيه. طب لو عايز اعمل خروج اهو، تسجيل الخروج.
اعدادات الحساب ده لو عايز اغير الباسورد بتاعي ادخل عليها واروح اعمل تغيير لكلمة المرور. اما الخصوصية ده لو عايز اغير اللي هو مين اللي يقدر يوصل لي من الجمهور او من الناس، من يمكنه الوصول وصول الشخص عن طريق مثلا البريد الالكتروني او رقم التليفون من اعدادات الخصوصية. اهو اول ما دخل على اعدادات الحساب ده الاسم، لو عايز اغير الاسم هنا، لو عايز اغير اسم المستخدم هنا، لو عايز اغير البريد، وهنا لو عايز اغير كلمة المرور، وهنا لو عايز اغير اللغة بتاعتي. اما هنا بيقول لك في كلمة اسمها الحظر، هتلاقيها في اعدادات الحساب، ده لو عايز اعرف الاشخاص اللي انا عملت لهم حظر قبل كده. هنا اليوميات والاشارة، انا معمول لإشارة مثلا في بوستات معينة واشوف الاشارات بتاعتي. اما اعدادات الخصوصية دخلنا على حاجة بالشكل ده، بيقول لك ايه، من يستطيع البحث عنك باستخدام عنوان البريد الالكتروني او رقم الهاتف الذي ادخلته؟ مين اللي يقدر يوصل لك عن طريق البريد او رقم التليفون؟ هل الكل ولا الاصدقاء بس ولا اصدقاء الاصدقاء؟ بتختار من هنا اللي انت عايزه بالظبط. خلصت وعايز تحفظ، تقول له ايه، حفظ الاعدادات. هنا زي ما قلنا دخلنا على الصفحة الشخصية، عايز مثلا احدث المعلومات في كلمة اسمها تحديث المعلومات، وهنا اروح اكتب البيانات بتاعتي المعلومات الشخصية بتاعتي، وبعد كده اقول له ايه، تم التعديل. اما لو عايز احذف صديق زي ما قلنا، بضغط على الثلاث نقاط اللي هي جنب الاسم او جنب او عند كلمة الاصدقاء، واقول له الغاء الصداقة، عايز اعمل له حظر ابلاغ او حظر، عايز اقترحه لاصدقاء عندي هقول له اقتراح اصدقاء وهكذا. عايز ارد على مشاركة هنقول اللي هو تعليق او كومنت عشان ارد على المشاركة الموجودة عندي. عايز احذف المنشور برضو، هضغط على علامة القلم او الثلاث نقاط اللي ناحية اليسار واقول له ايه، حذف المنشور او ديليت بوست. ده بالنسبة لإيه اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي. عندك بعد كده حاجة اسمها الاجتماعات عبر الانترنت اللي هو زي زوم كده، زي زوم وزي جوجل ميت وزي تيمز. دايما اتعودنا ان ملف من خلالها بعمل ايه، أو اول ما تدخل على اي برنامج موجود عندك فالملف بيجيب لك انشاء مستند او ملف جديد، فتح ملفات، بيعمل لك حفظ، بيعمل لك طباعة، بيفتح لك الاعدادات. هنا نفس القصة، الملف بيعمل لك كذا حاجة، بينشئ لك اجتماع جديد، بيبدأ معاك اجتماع حالي. اما لو عايز اعمل مشاركة كأني داخل على زوم هقول له ايه، شير او مشاركة، واقول له انا عايز اعمل مشاركة لايه بالظبط. اول ما اروح على قائمة ملف واقول له انشاء اجتماع، قائمة ملف اول ما ادوس عليها فظهرت حاجة بالشكل ده، انت عايز تنشئ اجتماع جديد ولا عايز تبدأ اجتماع دلوقتي، ولا عايز تعمل الغاء للاجتماع، ولا عايز تعمل تعديل للعنوان بتاعه، تختار من معلش. بس الناس تحاول تستحملنا اليومين دول لان انا بقدم محاضرة من الشغل، فمعلش يعني انا جالي ان انا بس استأذنت دقيقتين بس عشان خاطر الشغل، فبعتذر من الناس مرة تانية يعني النهاردة وبكرة، معلش الناس تستحملني اليومين دول. طيب نرجع نكمل. هنا زي ما قلنا من ملف بيعمل لي انشاء اجتماع، يا اما لو عايز ابدا اجتماع دلوقتي في نفس اللحظه دلوقتي عايز اعمل اجتماع جديد. اما انشاء اجتماع جديد انا ممكن احدد المده، يعني المده يعني مثلا انا عايز اعمل اجتماع بعد فتره معينه، بعد فتره معينه. اما لو عايز اعمل الغاء الاجتماع واعدل فيه اقول له ايه، تعديل او الغاء الاجتماعات. عايز انهي اجتماع اقول له انهاء الاجتماع وهكذا. طيب اول ما اقول له تعديل او حذف زي ما قلنا، اول ما بروح على حاجه اسمها تعديل، اهي تعديل او الغاء الاجتماعات، فتحت معايا قائمه بالشكل ده. فبيسالك بيقول لك انت عايز تعمل تعديل لايه بالظبط، عايز تعمل تعديل لايه بالظبط. طيب
أنا عايز أعمل تعديل في الاجتماع اللي اسمه مناقشة الميزانية. هروح على الاجتماع اللي اسمه مناقشة الميزانية وراح أقول له إيه؟ تعديل. أول ما أقول له تعديل فتح معايا بالشكل ده، فبيسألك بيقول لك عنوان الاجتماع بتاعك إيه؟ التاريخ، الوقت، عايزه يذكرك قبلها بقد إيه؟ عايز أحط إيميل أو عايز أعمل مشاركة للاجتماع مع شخص معين. وبعد كده أقول له إيه؟ حفظ. فبدخل على تعديل أو إلغاء الاجتماعات وأختار اسم الاجتماع اللي هو قال لك عليه وأقول له إيه؟ تعديل، وأدخل أعدل زي ما أنا عايز، وفي الآخر أقول له حفظ. طيب جنب ملف في كلمة اسمها مشاركة، أنا عايز أعمل مشاركة للملف دي مع أو عايز أشارك ملف معين زي ما أنا عامل دلوقتي. أنا عامل إيه؟ أنا مشارك جهاز الكمبيوتر بتاعي مع الناس أهو، كل حاجة بعملها بتظهر. أقول له مشاركة. أنا لو عايز أعمل مشاركة لسطح المكتب هختار ديسكتوب أو سطح المكتب. عايز أعمل مشاركة للمستندات أو الوورد هختار معالج النصوص. عايز أعمل مشاركة للباوربوينت أختار العرض التقديمي. عايز أعمل مشاركة لمتصفح الإنترنت أختار متصفح الإنترنت. مقدم الاجتماع ده الشخص اللي هو عامل الاجتماع دلوقتي، مين شخص صاحب الاجتماع، وهكذا. هنا لو عندي أشخاص مشاركين في الاجتماع عايز أعمل دردشة معهم أو شات، هروح على الدردشة وأكتب اللي أنا عايزه بالظبط. ده بالنسبة لي اللي هو الاجتماع عبر الانترنت. طيب البرنامج الخامس اللي هو التعلم عبر الانترنت، ده سهل جدا. كل القصة بيديلك زي صفحة فيها مقررات دراسية، فبيسألك بيقول لك ادخل لي على علم الفيزياء، اروح اضغط على علم الفيزياء، انا كده دخلت عليه. يقول لك مثلا ادخل على الاقتصاد، هضغط على الاقتصاد. هو بيسألك، هو بيقول لك ادخل على علم الفيزياء، بتدخل على المادة اللي هو قال لك عليها اهو. اول ما تدخل على اي مادة هيفتح معاك حاجة بالشكل ده. هنا بيديك اللي هو التفاصيل الخاصة بالمادة بتاعتك. لو عايز اعمل ملاحظات على اي فصل اختار ملاحظات المحاضرة. عايز ادخل الاختبار هختار تيست او اختبار. عايز ارجع للصفحة اللي فاتت هقول له ايه؟ العودة للصفحة السابقة. هتلاقي كمان برضو في الجزء ده ناحية اليسار في حاجة من تحت اسمها الدخول الى ساحة الحوار والنقاش، اللي هو كأنك بتعمل شات، شات دردشة يعني. الجروب اللي احنا عاملينه على الواتساب فده يعتبر ساحة حوار ونقاش، بس عن طريق موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. انا عايز ابعت رسالة للدكتور، عايز ابعت رسالة للمحاضر، عايز ابعت رسالة لشخص معين، ادخل على ايه؟ على ساحة الحوار والنقاش او دردشة. اول ما ادخل على ساحة الحوار والنقاش اروح اكتب في الكومنت او التعليق الرد بتاعي، وبعد كده اقول له ايه؟ ارسال الرد. طيب لو عايز اعمل موضوع جديد عشان نتناقش حوالين الموضوع الجديد، من انشاء موضوع جديد واكتب هنا العنوان والبريد الالكتروني والتفاصيل، وهقول له بعد كده ارسال. لكن لو عندي موضوع عايز افرغه هقول له ايه؟ تفريغ. طيب اخر حاجة بتيجي معاك في التعاون عبر الانترنت اللي هو واجهة الموبايل. لو عايز ابعت رسالة من رسائل، عايز ابعت مثلا رسالة بريد الكتروني او اختار بريد الكتروني، عايز ادخل على ارقام التليفونات اللي عندي، الهاتف لو عايز اتصل بحد معين، عايز ادخل على الارقام اللي مسجلها عندي اللي هو جهات الاتصال. مفيش حد ما بيعرفش يستخدم التليفون، كلنا معانا تليفونات، فهنا برضو بيجي عليها اسئلة. عايز ادخل على المتجر اختار متجر التطبيقات او ايه، او الجوجل بلاي، دي مواقع التواصل الاجتماعي، دي الساعة بتاعتك، وهنا الاجندة او التقويم، وهنا الميوزك او الموسيقى، ودي الكاميرا، ودي الفوليب اللي هو الفويس اوفر اللي هو تقنية الاتصال الصوتي، هنا الاستوديو او الصور لو عايز ادخل عليه. لو عايز ادخل على شبكة واي فاي هختار السيتنج او الاعدادات،
وبعد ما اختار السيتنج او الاعدادات هقول له انا عايز ادخل على الشبكة اللاسلكية اللي هو الواي فاي اهو. بعد كده بختار اسم الشبكة اللي هو قال لك عليها، ادوس عليها اختيار شبكة، ادوس على كلمة اختيار شبكة. اول ما اختار اختيار شبكة اختار من هنا اسم الشبكة واقول له ايه الاتصال بالشبكة، فيظهر معاك باسورد، اروح ادخل الباسورد بتاعي عادي كأنك بتدخل واي فاي عندك على التليفون العادي. عايز اعمل مشاركة لصورة اروح ادخل على الاستديو او الصور واحدد الصورة الموجودة عندي واقول له ايه مشاركة. بيقول لك انت عايز تعمل لها مشاركة عن طريق البريد الالكتروني ولا عن طريق رسالة نصية ولا عن طريق البلوتوث ولا عن طريق وسائل التواصل. بحدد من هنا انا عايز اعمل لها مشاركة عن طريق ايه بالظبط واقول له ايه مشاركة. هنا لو دخلت على المتجر في اي تطبيق مكتوب تحته كلمة مثبت معناه ان هو موجود، اما لو قلت لك ثبت مثلا السيرش هتختار كلمة تثبيت. طب لو قلت لك دور على حاجة معينة هتروح في السيرش. زي ما قلنا البوليب اللي هو تقنية الاتصال الصوتي، لو عايز اتصل بحد هضغط على علامة الاتصال. طيب ده بالنسبة للجزء الخاص بالتعاون عبر الانترنت. أسئلة سهلة، الأسئلة بسيطة، الأسئلة ما فيهاش أي مشكلة، نتبع السؤال واحدة واحدة وإن شاء الله تكون الاختبارات معاكم سهلة وبسيطة على الناس. طيب أنا مش هطول على الناس أكتر من كده زي ما وعدتكم عشان برضه الناس صايمة وقت صيام. النهاردة يعتبر رجعنا أساسيات الإنترنت، البريد الإلكتروني، التعاون عبر الإنترنت. بإذن الله بكرة هيبقى مراجعة على أساسيات الكمبيوتر اللي هو ويندوز 10 إزاي نتعامل معاه. وبعد كده زي ما قلنا هناخد بريك الأسبوع اللي جاي بالكامل بالنسبة لي عشان خاطر العيد إن شاء الله، ونرجع للأسبوع اللي بعده هنبتدي على طول في حلول الاختبارات الدولية، حلول الاختبارات الدولية لكل الموديولات دي، بحيث ان انت تكون جاهز بعد كده لو حبيت تدخل الاي سي دي ال او الاي سي دي ال تيتشر او الاي سي 3 باذن الله. وفيما بعد كده بعد فتره ان شاء الله هنكمل الدبلومه بتاعه الموس اللي هي الام او اس. احنا خلصنا من الجزء الاول ان شاء الله هنعلن قريب جدا على الجزء الثاني فيها باذن الله. طيب اتمنى ما اكونش طولت على الناس، نلتقي ان شاء الله باذن الله في محاضره غدا. بس قبل ما انهي المحاضرة في حد عنده أي سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ ربنا يكرمكم يا رب ويوفقكم، وزي ما قلنا نلتقي بكرة إن شاء الله الساعة 4. بس ممكن نطول شوية بكرة لأن بكرة هنشرح زي ما قلنا أساسيات الكمبيوتر أو ويندوز 10، هنشرح كنترول بانل والسيتنج او الاعدادات، هنبص كده نظرة على اعدادات التاسك بار، هنشرح القائمة دي برضو، وهنشرح شوية في الزيس بي سي. كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان كريم. شهر رمضان عدى وما حسيناش بيه اصلا. ان شاء الله باذن الله ربنا يعود علينا وعليكم الايام بالخير، وكل عام وانتم بخير بمناسبة العيد المبارك، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله في الفترات اللي جايه باذن الله. مش هطول عليكم اكتر من كده، ان شاء الله ميعادنا بكره الساعه 4، الساعه 4 باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.